ادخل يا فؤاد. ازيك يا طنط؟ ازيك انت حبيبي؟ انا طلعت لك فوق ما لقيتكيش. ما انا فضلت قلقانه من صباحيه ربنا لم يقيت لي انزلي اقعدي معايا، وفي الاخر زهقت مني دخلت نامت. تتاخرت كده ليه؟ عمو مجدي اتقبض عليه. اتقبض عليه ليه؟ عمل ايه؟ عليه فلوس. ده العادي. هو ده عمك مجدي عليه كام بقى؟ مبلغ كبير. مبلغ كبير كام يا ابني؟ انت هتنقطني بالكلام، ما تقولي على طول. بص يا طنط، هي هند قالت لي ما اقولكيش، بس انا شايف ان انا لازم اقولك. ما تقوليش على ايه؟ اتكلم. في ايه؟ عمو مجدي عليه قضية نفقة. نفقة؟ نفقة لمين؟ هو كان متجوز رقصة في شارع الهرم اسمها شادو، طلعها من 6 شهور وهو عليه نفقة 100,000 جنيه. أنا قلت أقولك المرة دي عشان ما تدفعيش حاجة. أنا بقى طنط، ما تزعليش، ما تزعليش نفسك، انت ست مفيش زيك والله يا طنط. مفيش في جدعنتك ولا إخلاصك. تزعليش.